السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. بالله عليكم يا شباب، انا في البدايه كده، ده قرموط اهو، انا بنصطاده واحنا بنتفرج كده على القرموط. عايز رايكم في حاجه، انا فتحت الدور ده وعلفته كده، ايه دي تاني جمعه انا الفه، انا بنطلع نصطاد يوم الجمعه بس. ماشي شباب، الدور ما خدش معاه بولتي خالص، بس لما بننزل بطعم بيدخل معاه قراميط. في على شمالي كده يا جماعه في كوبري او في ماسوره، بعد الكوبري ده في بولت ياما، اما المنطقه بتاعت دي ما فيهاش بولت خالص، فانا مش عارف ايه، نصبر ولا نغير ولا ايه؟ خدوا بالكم يا جماعه، انا رفعت القرموط ده بالرغم ان هو داخل في الكيلو. الناس اتريقت عليا في الفيديو اللي فات ويقول لك انت ما رفعتش ليه وما عملتش ليه، وصاحبك يقول لك لا قافه. انا عارف ان الناس كده كده ما بتسيبش حد في حالها، بس اللي انا عايز نقوله ان القرموط الثاني انا كنت بنصطاد بخيط 20 يا جماعه رماء، فما كانش ينفع يترفع. اما ده انا اصلا نازل بيحداش، ده يخش له في الكيلو والتاني معدي الكيلو ونص. فيا جماعه اللي في الموقف هو اضرب باللي هو شايفه. هتشوفوا انتوا القرموط التاني دلوقتي، هو كنا منزلينه في الفيديو اللي فات، بس انا عايزكم برضو زي ما شفتوا ده تحكموا على التاني. وبالله عليكم يا جماعه ضروري تقولوا لنا رايكم في الموضوع. الدور ده، الدور ده يا جماعه عشان نوصف لكم جغرافيه المكان، ده المفروض ان هو مصرف، مصرف ده ميته حاد اسنه، بينزل عليه ميه حلوه. على الشمال في ماسوره معديه كوبري جسر معدي الاسفلت. الجنب الشمال ده السمك بيبان فيه بيكشف، الجنب بتاعي ده ما بيظهرش فيه سمك خالص، ودي تاني جمعه نصطاد فيها ما خدتش غمزه بالغله. فنصبر شويه وبعد كده نرجع نقلق ولا نسيب المكان. اهو ده القرموط بتاع المره اللي فاتت، المره دي خدت قرموط والمره اللي فاتت خد قرموط، يعني هو بيدخل لي قراميط دايما في الدور. اهل الخبره يا جماعه، بالله عليكم نعمل ايه؟ نصبر على الدور، نصبر شويه ونعلف، ولا نسيب المكان خالص؟ رايكم يهمنا بالله عليكم. تحياتي ليكم، نتمنى لكم مشاهده ممتعه. بالله عليكم يا جماعه ركزوا في حجم القرموط ده وحجم القرموط الثاني، عشان المتابعين بيخلوا الواحد يشد في شعره. والله احلى تحيه ليكم. ما تنسوش طبعا لو الفيديو يعجبكم تعملوا لنا لايك، ولو اول مره تشوفونا اشتركوا عندنا، ولو شباب بتشوفونا على الفيسبوك اعملوا متابعه لصفحتنا. تحياتي ليكم، اخوكم سامح الخوالقه، منوعات رحاله. بالرحمة الشرح الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ايوه يا ابو زيزو، صباح الفل. أيوة يا ابو يحيى، الله اكبر يا جماعه، لسه استفتحنا هي قرموطه اهي، الله اكبر يا رب يا كريم. تعالى بص يا ابو زيزو، ماشي ايه صورنا ايه، انت مال امك لسه اول استفتاحك ده؟ ايوه لا مش عارف.